صباح النور، صباح الورد والياسمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله واصحابه اجمعين. صحه صيامكم والناس الكل، وربي يثبت اجركم ان شاء الله يا ربي. رمضان مبارك على الامه الاسلاميه جماعه. شنو لكم يا البنات؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير ونعم الناس الكل. رجعتكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله يا ربي يعجبكم. فيديو هابط مؤخر، هذا اول نهار رمضان يا البنات، ما سهلش ربي باش نهبطوا في الليل. امس تعبه شويه الحقيقه، الحمد لله توا لقيت فضاء باش نهبط لكم الفيديو. حاسيلو يا البنات، اليوم دخلت في النهار هذايا بطبيعه، دخلت مش مؤخر، اي ماكم ما يعتبر مؤخر، خاطر ديما اول نهار في رمضان ماذا بيا ندخل بكري للكوجينه باش ما يغلبنيش الوقت، فهمتوا؟ مع انه ديما غالبني الوقت، الحمد لله على كل حال. حاسيلو اول حاجه اللي هنا حطيت باش نحضر شربه فريك، وباش نجرب معكم اليوم الاير فراير اللي اول مره باش نستعملها الحقيقه. ما استعملتهاش من اول ما جتني، محطوطه في الباكو نتاعها، في بالي باش نكمل التحضيرات نتاعي في الكوجينه ونحطها على النظافه. يا اخي ما سهلش ربي، هي الحقيقه راكم نقول لكم على النظافه، هي الكوجينه نظيفه معناها. اي مش نوع، حبيت نركب ستيكر نتاع الرخامه، وحبيت نريق الكوزينير من فوق، لي ليمونات من فوق، حسيلو ما خلطتش، عملت عمله مزمره. راني قلت لكم ان شاء الله نهبط هيك، وخاطر مازلت ما كملتش البقايا نتاعو الفيديو، تو كي نكمل لكم نهبط لكم يا البنات. الحمد لله حسيلو تعبت روحي على الفاضي، وعملت عمله ما نحكي لكمش عليها. ان شاء الله تو في الفيديو جي ولا اللي بعده مانيش ثابته يا البنات، تو يهبط لكم وتشوفوا العمله اللي عملتها في الكوجينه شنو. حسيلو ما سهلش ربي، ما كملتش، وليت استقبلت اول نهار في رمضان وكوزينتي كيما هكا عريانه كيما نقولوا. الرخامه هذه نكره اللون نتاعها على غالب. حسيلو جيت لهنا باش نطيب الشربه، طيبت الشربه فوحتها بليتو، و ديتو البنات الباب نتاع البلاكار من رمضان عملولي البنات، من رمضان عملولي. كانت تفكروا عملت معكم التحضيرات وكل شيء على اساس باش يجيني النجار يركبوني، قسما بالله يا البنات من رمضان عملولها ودار العام وفات العام، خاطر ديجا من قبل رمضان هو مكسر بمده، وحطيته معناها باش يجي يركبولي، هو كل نهار باش نجيك غدوه باش نجيك غدوه. ما سهلش ربي ما جاش، فجا رمضان وعديت رمضان البلاكار مكسر، وزيد كيف كيف هاو جاني رمضان الثاني والبلاكار مكسر. الله غالب يا البنات، راه مش العباد الكل نجم ندخلهم لداري، هذايا يقرب لزوجي ندخله معناها يدخل عادي للدار، ف نستنى فيه. بقيت مربوطه به الحقيقه، وفشلت صي ايست منه انه باش يركب البلاكار هذي. تي حاسيل كل حاجه بالكتب، قدر له ربي وقت باش يركب مانيش عارفه، راني شريت الاكسسوارات وكل نتاع الكوجينه، اما مربوطه بجيان النجار. ان شاء الله ربي يسهل ويجي ويرتاح لي، معناها كمل يرقلي الكوجينه ونرتاح، خاطر الكوجينه منظرها ظاهر ناقص حاجه، معناها كان يتسكر باب البلاكار هذاك باش يضح منظر الكوجين. حسيلو ركبت الشربه حطيتها على جنب الطيب، ولهنا جبت الفراير اول حاجه باش نعمل فيها البطاطا. خذيت البطاطا يا البنات فوحتها تفويحه مصلي، تفويحه مصلي شنو في تو تفويحه روتي. عملت عندي فيح دجاج نتاع روتي، وعندي وشويه كليل وشويه كركم وشويه زيت وملح وشويه فلفل اكحل، وهكا مغرفه صغيره زيت. حسيلو خلطتهم بالباهي، فوحت البطاطا بالباهي وحطيتها تطيب على روحها. خليتها تطيب بالقدا، وباش نحضر اللحم. ظهر لي لهنا باش نعمل، الحقيقه كنت باش نعمل جلبانه كالشعب العربي الكل تقريبا، اخر لحظه بدلت رايي قلت خليني نعمل شويه سكالوب، نجرب الاير فراير في كل شيء، معناها اي حاجه نجم نعملها اليوم باش نعملها فيها. حسيلو وليت حطيت الدجاج شو اسمه السكالوب في الماء يتحل، وخديت لهنا عندي طرف لوز كسروني صغيرات باش نعمل صمصة صوابع، راجلي يحبها رسمي معناها في رمضان يلزمني نعملها ديما اجور تقريبا كل نهار ونهار، ما يرضاش معناها ياكل البيتة كل نهار ونهار، ونعمل له كمية جديدة. مانيش نعمل في برشا معناها البنات، راني نهيتي نعمل 10 كعبات شوية، اما كي نعمل بزيد هواني باش تبقالي الصغيرات كيما غدوة معناها. خديت لهنا اللوز رحيته كيما هو، رطبته بالبيه ويحبوا ارطب ما يحبش فيه اكدي شيء معناها تروف تروف يبدا فيه كي تقرميشه، فهمتوا؟ يتحس بليتو مش تقرميشه، اما يبدا يتحس فما كعبر نتاع اللوز.
غسيل حتى تغادي، وجبت لهنا سكر محور باش نحط طرف لهنا بالعين يا البنات، معناها نعمل كاس ديال ليكس عليه اقل من مغرفه شويه ولا مغرفه نصف فيها سكر محور. وانتم ولا الحلاوه بالطبيعه اللي تحبوها، خاطر ديجا من بعد باش تحطوها في الشحور فباش تتسقب الباهي بالشحور. غسيل خلطته بالقدا وحطيته على جنب، وباش نجبد نحضر اللحم نتاعي. غسيل ونهير اليوم يا البنات، ما نعرفش كيفاش تعدت العشويه، ما نعرفش كيفاش نصبت الطاوله، ما نعرفش كيفاش، والله ماني عارفه، ما نعرفش. غسيل خاطر لاخر لحظه وانا نستنى في شسمي، نستنى في رمضان باش يقولوا رمضان بعد غدوه، ماهوش غدوه يا اخي، قالوا غدوه رمضان. وليت عديتها كيما يجي البنات، وقبلت واش نعمل، ما عندي حتى حل، باش نقول لكم قبلت بالسيف عليا، عندي حتى حل، يلزمني نرضخ الامر الواقع ونقبل معناها الوضعيه كيما هي ونتاقلم معها. حسيت جبت لنا السكالوب، قصيته ترونشيت باني، معناها ترونشيت باني، وعملت له نفس التفويحه يا البنات، في دجاج روتي وعملت له شويه كليل وشويه شو اسمي، هو كليل وزعتر اللي عندي مخلط مع بعضه، شويه كليل وزعتر، وعملت له شويه شو اسمي شويه فلفل اكحل وشويه ملح، وبالطبيعه مغرفه زيت كهو. وباش نفوحه زاده هكاكا ونحطه على جنب يرتاح شويه لطون اللي تحضر الفريت. كملت رانيا البنات، عملت الفريت هذيك، ومن بعد زدت عملت صحيين اخر، خاطر الصغيرات ما خلوليش يمشوا ويجوا، يمشوا ويجوا ما خلو حتى شيء. شنو اخر، حطيت الشربه مغادي تطيب على روحها، وسخن لها في الماء اون باراليل على الغاز. ريتو يا البنات المشكله نتاعي شنيا في الكوجينه اللي نحكي لكم عليه، ديما نحكي لكم عليه وما كنتوش فاهمين. ريتو الرخامه نتاعي مصغرها هذيا صغيره على الاخر، حاطه فيها الاير فراير، ما نجمش نحط فيها حاجه اخرى، فهمتوا؟ قبل كنت حاطه فيها الغلايه نتاع الماء، نحيتها خاطر ضيقت عليا بالكدا بالكدا، ما نجمش نتحرك بالباهي، وهذه الرخامه اللي نجم نحرك عليها بجنب الغاز. الرخامه الاخرى اوسع من هذه، اما بعيدها على الغاز، وحاطه فيها الماكينه نتاع القهوه، وكنت حاطه فيها العجينه، العجينه خرجتها معناها نحيتها من فم وحطيتها في البلاكار لوطه. حسيلو مهبية معناها الكوجينة، فهمتوا؟ ما عنديش فضاء، وهي صغيرة راهي كي حكة، كي الحكة صغيرة صغيرة. ريتو هكا هذيك الرخامة لبابو ديريكت يجي لصق الحيط، ومن بعد تدور الرخامة الأخرى. الحمد لله على كل حال، هذه المشكل اللي عندي البنات، راهو مشكل الضيق متعبني على الأخر، ومانيش لاقية كيفاش نتحرك في كوجينتي. عسيلو لهنا جاب لي رجلي هذوما الملصوقه هذيا باش نعملو بها الصوابع. الملصوقه جاتني خشينه، ما عجبتنيش الصوابع، مطعمها بنين اما كمان تحسها عجينه، فهمتوا؟ فيها برشا عجينه، مع اني راني البنات عملت لفه واقل من نص لفه اللي باش سكرت بيها كهو. عسيلو خديت لهنا البقرج هذيا، حطيت الطاوله نتاع الفطور حطيتها في الصاله باش نسوقوا عليها فطرنا، خاطر يا البنات شفت روحي قبل نفطر على المادة، نحب نفطر على المادة، اما نفطر على المادة مع شنقوب نبخل، نبقى قاعدة لاخر وقت. فوليت الحقيقة سنة دخلت الطاولة نتاع الفطور حطيتها غادي باش هكاكا نفطروا عليها ونتكبس معناها في الحركة، ونقضي شوري فيسع فيسع، ما نبقاش لاخر وقت كيما نقعد على المادة، مع اني راني البنات اليوم فرشت المادة، خاطر بالحق التلفزه نتاع الصاله ما تمشيليش معناها، القنوات فيها تمشي كان باليوتيوب معناها على الانترنت. فوليت باش حولت البيت الصغيرات وباش نحط التلفزه غادي، بيت الصاله ضويقه معناها، وما نجمش نامن الصغيرات ونحط لهم التلفزه الكبيره في بيتهم، وديجا التلفزه الاخرى عابثين بها. فالحقيقه ما نجمتش نحولها التلفزه غادي، وليت نحول ناوى صغيرات غادي يهلكوا الدنيا، اللي يهلكوه يهلكوه النجم رديقلو احسن من اللي يهلكوا التلفزه. الحقيقه ما عادش نجم نشري وحده اخرى تو. حاسي لي البني كيما تشوفوا فيه لهنا محلقه انا ومريم، انا شويه كامله والله يا البنات، موسعت لي بالي على الاخر، معناها مالي عليا الدنيا، خطرني وحدي في الدار وما نمشيش برشا، معناها ما عنديش خرجات، ما عنديش قعدات، فهمتوا؟ نخرج انا معناها نمشي لدارنا، نمشي لدار حماتي هذه فك قداش مره، تو ما عادش نمشي كل يوم بحكم تربط بالبوتيك، ما عادش نمشي كيما العاده. قبل حماتي يوميا نمشي بحذاها، تو ما نمشيش ديما الحق، يعني في الاسبوع مره، في كل 4 ايام مره، ساعات نقعد في 10 ايام مره، مش كيما العاده.
وامي بعيده عليا، وكيف كيف ربطني بها البوتيك ما نجمش نمشي في كل وقت، فديما وحدي لهنا ما عنديش معناها كل حليق نخرج ونقعد بحدا شكون ونحلق، كاين كي تجي سلفتي هويني تجيني لهنا للدار، والا نتقابلوا حتى لو نخرجوا لبرا مع بعضنا، سينو ما عنديش الحق مشيت. فالحقيقة مري من مهونة عليا هذي الكل، هاني نوياها في الدار نحرك حركتي ونتكلم، وبالعكس توا ريتو التليفون الزغرون هذاك، شريت التليفون هذاك للخدمة، هاويني حطيت فيه البيس باش نجي من نصور بتليفوني هذي ونحرك خاطر كان باش يبقى تبقى البيس معنا في التليفون هذي، ما عادش نجم نصور تكلمني عبد نبخل من نصور شنو اللي نكلمه ونزافي التصوير، وهذاك هكاك ضيعت القناة متاعي. اللي تخذيت التليفون الزغرون هذاك هاويني عندي باني بيه روحي ونخدم بيه وباش نجم نصور اومام طون حسين لهنا. جبت الدجاج باش نحطو الدجاج البنات فاتكم بالحديث، عملت فيه عصره سمحه نتاع قارص، والله يا البنات راهي هذه اللي راه فراير نعمه نعمه، هذه حاجه خبيها على عدوك والله يا البنات اللي راه فراير هذه حاجه بالحق لوكس توب دي توب، حاجه طياره على الاخر والله، وراهي ما شاء الله يا البنات ما شاء الله ما شاء الله، معناها تعتبر كاليتي طياره طياره طياره، خاطر بالحق جربتها انا نهارتها ما قصتش، راهو يا البنات عملت لي الطبق الاول نتاع البطاطا وعملت لي ديريكت من بعد الطبق الثاني نتاع السكالوب، ومن بعد عملت طبق بطاطا، ومن بعد عملت طبق سلطه مشويه، كلهم ما شاء الله صبه واحده ما شاء الله، ربي يبارك تبارك الله لا قوة إلا بالله، نمشي نصفقها بعيني البنات، نبعث لها كعيبة البيجي تصبح حابسة، ربي يقدر الخير، والله فرحانة بها على الأخر، هونت عليا برشا يا البنات. كان عندي مشكل، المشكل عندي هو ديجا عندي المشكل للتو، مشكل البريز يا البنات، ريتو على جبتها لهنا للفراير خاطر الخامة الأخرى ما فيهاش بريز، ما عنديش عليها بريز، البريز الوحيد اللي موجود موجود بجنب موجود بجنب الغاز منه معناها فهمتوا، ونهى الطاولة ما عادش عاملة طاولة خاطر سكرت عليا الكوشينة جملة كي عملت طاولة صغيرة غادي، فما نستعملش فيه الحقيقة البريز هذاك، وأصلا فيه مقص ما عادش نستعمل فيه، عندي يمكن عامين مانيش نستعمل فيه جملة وتفصيل، ولا البريز الثالث اللي في الكوشينة عاملة فيه الفريجيدار، فإذا كان باش نستعمل ماكينة رحاية أي حاجة باش نستعملها نجيبها على الرخامة هذيا وأنا نحرك، الرخامة هذيا مسكينة الله منها قداش متحملة معناها. ربي صبرها عليا وكا حسيلو يا البنات لهنا، كيما ريت البطاطا نقصت بالكدا صغيره تمشي ويجوا عليها، وليت قلت لهم هاكلوا على راحتكم وهاتوا نعمل طبق اخر وكا حسيل. عديت نهير اليوم يا البنات ما شاء الله، سميه سميه تفرهدت، فرحانه معناها فرحانه بيا، فرحتنا في الكوجينه صحيح تعب اما تفرهدتك حسيتك الاجواء الرمضانيه، وكنا نتعارك نوى الوقت شكون يغلب، والحمد لله هو غلبني اما نعتبر غلبته، طالما اذن الاذان والناس هي نسوى يحط في المغارف اكهو نتسمى كملت ريدي، كهو عامل عاودت نفس التتبيله للبطاطا وباش نحطها تطيب الحسيل يا البنات. ايش باش نقول لكم اللي وصلت للبارتي هذه ما تنسيش باش تحط لي تعليق وتحط لي لايك، وبالطبيعه اذا اول مره تشوف قناتي شرفني الاشتراك نتاعك، اشترك معنا في القناه وفعل خاصيه الجرس بشكل يوصلك كل جديد، وخليكم متاهبين يا البنات، عندنا فازه سمحه باش نعملوها انا ومريم مع بعضنا في رمضان، اكيد بالطبيعه الهدف منها ان باش نفرحوكم، فخليكم حاضرين ارواحكم بقدره ربي باش تعجبكم الفازه على الاخر، وباش تشجعكم الناس الكل يا البنات، باش تشجعوا الناس الكل كيفاش باش نقول لكم، المهم نحرقش الحكايه اكثر من هكا، شرط نحكي لكم عليها مريم في الفيديو شيء حسيلو. لهنا تقريبا نكون وصلت بكم لنهايه الفيديو يا البنات، نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، وبالله يجوني ام زوز تليفونات فرحانه بهم على الاخر على الاخر، ما نجمش نسمي اصحابهم، انا حبيت نقول لكم بالحق بارك الله فيكم وربي يجازيكم كل خير وربي يعطيكم على قد قلوبكم الناس الكل، وبالاخص الزويز هذوما خاطر بالحق فرحانه بهم على الاخر، ناس ما شاء الله قمة في الأخلاق قمة في التربية وقمة في كل شيء يا البنات، بالحق ما نحكي لكم شو حسيلو يا البنات، هذه الطويولة متاعي، عملت كعيبة بريك وعملت كعيبة تمر وشوية سلطة خضراء، عملت شوية حلو بطبيعة، عملت الاسكالوب والفريت وعملت معهم شوية سلطة مشوية، هذوكم عاد نتاع الفراير اللي يقولك حسيلو، وقصيت شوية خبز وطيبت الشربة متاعي
ولله الحمد، الحمد لله يا ربي، ربي ديمها نعمه ويحفظها من الزوال وكول بنات. وقال لكم باش نقول لكم شيء طيبه، الناس الكل ان شاء الله نتقابلوا مع بعضنا في فيديو جديد. باي باي وسلامه.